استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة، كما استشهد عشرات الفلسطينيين بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنازل في دير البلح وسط قطاع غزة، كما ارتفع عدد الشهداء إلى 14 بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا بدير البلح، ليرتفع عدد الشهداء إلى 30 شهيدا وعشرات المصابين. كما قصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب غزة، وحلقت الطائرات المسيرة والحربية الإسرائيلية بشكل مكثف في أجواء وسط وجنوب القطاع.